عندنا يا جماعه حاجه اسمها الهولو بلوك سلام. حاجه اسمها ايه؟ الهولو بلوك سلام. لو انا بصيت هلاقي هنا الهولو بلوك عباره عن ايه؟ مجموعه ريبات اعصاب او كمرات زي ما انت شايف كده. ده كده عصب، شايفين العصب؟ خرسانه، واللي ما بينهم ده بقى يبقى بلوكات طول. ده عصب خرسانه وبينه بلوكات طول، او ممكن يكون تو زي ما انت شايف كده، عباره عن مجموعه اعصاب كبيره جنب بعض ايه، وما بينهم فراغ. ايه الفراغ ده؟ اللي هو ايه؟ الطوب اللي ما بينهم. لو جينا نبص على شكل الهولو بلوك سلاب، ده عباره عن بلاطات، عباره عن بلوك من الطوب الاسمنت زي ما انت شايف كده يا جماعه. يبقى بلوك طوب اهي ليها دايمنشن. مبدئيا ليه انا استخدمت الهولو بلوك سلاب؟ جيت افكر لقيت ان انا الفلات سلاب افضل اسبان عندي لحد كام متر؟ 9 متر. طب لقيت الاسبان بتاعي زاد عن 9 متر، طب نفترض الاسبان بتاعي 7 متر، بس انا عايز استخدم الهولو بلوك. ليه؟ شغال في دوله زي دول الخليج كلهم بيفضلوا الهولو بلوك. ليه بيفضلوا الهولو بلوك؟ عزل اولا صوت وحراره، حاجه بيس كبير اقدر اعزل بيه من فوق اعمل اللي تحت خالص، وليزر صوت وليزر ايه؟ وعزل كمان ايه؟ بالحراره. فاولا بيفضلوا ايه؟ ان هم يستخدموا الهولو بلوك سلاب عندهم. عشان الاحمال قليله. ده اول حاجه. لا مش مساله احمال قليله، مساله ان انا عايزه كاستفاده ليه في التنفيذ، ده اول حاجه. طب تاني حاجه ايه اللي بيحصل؟ لما قطاع عادي كده كاميرا سوليد سلاب، كاميرا سوليد سلاب اتخيل اقول لك كام سنتي اخرها؟ قول لك 15 سنتي مثلا. صح؟ المهم انت عامل ازاي على البلاطه دي؟ فين التنشن؟ فين الكومبريشن؟ صح؟ يبقى التنشن تحت الكومبريشن فوق، الخرسانه بتشيل شد؟ ما بتشيلش شد، ما مين بيشد شد تحت هنا؟ حديد تسليح، صح؟ يبقى الخرسانه بتشيل الكومبريشن اللي فوق هنا، بس اللي تحت التنشن مين اللي بيشيله؟ حديد تسليح. الموضوع كبير مني شويه، فايه اللي حصل؟ الاسبان كبر، فعشان اغطي الاسبان الكبير فمحتاج اعمل ايه في التخانه؟ ازود التخان، فبدات اعمل نظام انشائي ثاني اسمه ايه؟ فلات سلاب. تخانة كبيرة، التخانة دي وليكن وصلت لحد كام سنتي؟ 28 سنتي مثلا، أقصى حاجة ليك. برضه نفس الفكرة، إيه اللي حصل؟ في تنشن وفي كومبريشن، مين اللي بيشيل التنشن؟ التخانة دي كبيرة ولا مش كبيرة؟ خرسانة وزن تقيل ولا مش تقيل؟ وزن تقيل على السقف ولا مش وزن تقيل؟ فلما تيجي تحسب الفلات سلاب ده مصيبة، وزن أطنان كبيرة على السقف. بتتكلم في جاما، طب قول لي الجاما كام عبارة عن إيه؟ الويت على الفوليوم، صح؟ لو انا قلت له بتعبر عن ايه؟ الجاما فين؟ في الفوليوم. لو انا اخدت شريحه بس بالسقف متر في متر، في دخانه 28 سم، دخانه كام سم؟ 28 سم، متر واحد متر واحد متر، يبقى ده الفوليوم، وضربته في الجاما بتاع الخرسانه اللي هي 2.5، هيديني ايه؟ وزني شريحه متر في متر بالظبط، تعرف البلاطه دي قد ايه؟ تضربها في مساحه السقف كله، يبقى انا عملت ايه؟ جبت وزن السقف، حمل محترم كبير جدا. فبدا يقول لك ايه يا باشمهندس؟ انا الاسبان عمال يكبر، فانت ممكن تقول لي ايه؟ ما انا ممكن ازود التخانه بتاع السقف، مش انا اقاوم الاسبان، ازود التخانه بدل ما 28 خليها 30 خليها 35 سم، ايه اللي بيحصل؟ انا فعلا عمال اعمل تخانه كبيره عشان اقاوم بقى مين؟ الديفليكشن، كل ما الورقه ما تكون رفيعه وتيجي تمسكها ترخي بسرعه، انما لو جبت كشكول لا قوي، جبت كتاب مرجع اقوى، صح كده؟ طيب اذا كل ما الاسبان كبير عندي انا عايز ازود التخانه عشان اقاوم مين؟ الديفليكشن. فكم بيبصوا لا الاسبان عمال يكبر بين 10 متر جه يستخدم في الناس لا اللي حصل لا محتاج تخانه كبيره جدا بقى مصيبه عايز حديد تسليح عالي بدل ما كنت 16 لا ده انا محتاج حديد عالي 22 مثلا ايه تاني الوزن اللي موجود على العداد اللي حصل الوزن تقل بقى العمود بيجي كده اكشن عليه كبير فايه اللي حصل بقى العمود زاد الاساسات جالها احمال كبير مقطع الاساسات ايه يبقى كله غرامات عليا ولا مش غرامات عليا وكله ليه؟ عشان في جزء من الخرسانه تحت انا مش هستفاد بيه مش الجزء المشدود من الخرسانه انا هعمل بيه ايه؟ هعمل بيه حاجه؟ انا بستخدم حته تسليح فقال لك طب ما احنا ممكن نفكر كويس ما انا ممكن الغي الخرسانه في التنشن ازاي الغي الخرسانه في التنشن؟ ان انت يا باشمهندس تعمل لي كمر كمر كتير جنب بعض او كمر كتير جنب بعض ما بينهم فراغات مش دي كمرة فيها حديد تسليح ودي بلاطه هنا ده شكل البلاطه عندنا في بلاطه هنا فيها حديد تسليح اهي وده كمر صح؟ الكمر ده فيه حديد تسليح تحت ولا ما فيهوش؟ يبقى بيشيل التنشن ولا بيشيل التنشن؟ طيب الحته اللي فاضيه دي عملت فيها ايه؟ وفرت خرسانه وما وفرتش يبقى وقت انا وفرت تكلفه خرسانه. تاني حاجه عملت ايه في الوزن؟ والحديد التسليح المفروض يكون فيه ما كده شلته بره. ما شلت ايه؟ اللي هنا بس عوضته في الربايه ما دي كمرات جنب بعض كمرات كتير جدا جدا جنب بعض بقى حولت السقف لمجموعه كمرات كتير جدا جنب بعض فرغت ما بينهم ايه؟ المسافه اللي هي ايه؟ الخرسانه كانت شغاله. فايه اللي حصل دلوقتي؟ قللت اولا الوزن بتاعي، اول حاجه وزن السقف قل عنه. فايه اللي حصل بقى الوزن السقف قل عنه؟ احمال على عمود هل وانا وفرت خط عمود على اكشن على عدد قلب كمان قدرت استخدم اسباني يبقى توفرت وتخطيط اسباني دي يبقى عارف ليه ما بنحبش نفضل ثلاث سلاب الاسباني الكبيره عشان كده يا باشمهندس انت كده بتقول لي كلام جميل جدا طب في ناس قدام بداوا يفضلوا ما يستخدموش الطول ليه؟ بيقول لك مش انت السقف في الحته دي كل وصفت الحته دي تعمل فيها ايه؟
تملى السقف ده فراغ عايز تملى السقف فيه بعمل ايه؟ احطه لك فوق يعني فوق عايز احطه لك منه بيعزل ومنه ايه؟ مقلت الفراغ ووزن منه اخف من الايه؟ من طول الاسفل ايه؟ بعد كده ما شفت جوانا في اماكن كبيره بتلاقي الفراغ ده كبير ويمكن عباره عن مكعبات مفتوحه في السقف بس بيبدا يعملها بشكل ديكور جميل كده حط فيه شويه سبوتات قلمها بشكل معماري جميل يبقى وفر اصلا مين؟ الطول وفر كل حاجه للزبالات الكبيره وصل؟ وايه الفكره من جوه البيكس لاب؟ اللي الزبالات كبرت عندي فبدل الزبالات كبر عندي لو انا استخدمت البيكس لاب احتاجت خانات كبيره اوزان كبيره عندي هديت تسليح كتير كلها مشاكل فبدانا نفكر في نظام تاني اسمه ايه؟ الهولو بيكس لاب عباره عن ايه الهولو بيكس لاب ده؟ بيبقى توب ما بينهم ايه؟ اعصاب او كاميرات مع بعض مفهومه كده؟ في مشكله كده يا جماعه؟ الطوب اللي عندنا في مصر ده طوب ثابت الطوب الاسمنتي ده طوب ثابت شكله عامل ازاي الطوب ده؟ الطوب الاسمنتي ده عامل الطوبه ليها عرض 40 سم ليها عرض كام سم يا جماعه؟ 40 سم مقسومه نصين كده وليها خلل جوه 20 سم وليها ارتفاع فاريبل يبقى عرض الطوبه كام؟ يبقى لها 40 سم عرض اللي هو دي للاي دي 40 سم الاي ده كام؟ 20 والارتفاع ده اللي هو اسمه ايه؟ الاتش في مشكله؟ تبقى اسمنتي وليه تبقى اسمنتي؟ برضه ليه؟ سؤال ما تسال نفسك مش معنى نقول اسمنتي لان نقطه لا هو دي مصيبه دي بيشيل بيتحمل اكتر طب الاسمنتي ده عباره عن ايه؟ مكوناته ايه؟ وكام؟ اسمنت يعني ما بيفكركش في الحاجه دي؟ خرسانة راح حطيت طوب وصبيت فوق خرسانة يبقى انا عملت السقف كان اخر السقف عندي خرسانة مش هتحت يبقى انا عرفت ليه بيستخدموا طوب الاسمنت بالذات ده كمان من قوته بيستخدموه في البدرومات لو انا عندي بدروم مثلا تحت الارض مثلا متر ونص 2 متر بالكتير فبدل ما يعمل حته خرسانة مسلحة هيقدر يقلل جوه الخرسانة مسلحة يعمل حته ايه؟ طوب في البحاره ويرشها بميه خلاص بالسلامه بقت حته ايه؟ متعفيه وتقدر ايه؟ تشيل وصلت؟ طيب لازم تبقى اسمنتي ابعاد 40 سم في كام سم؟ 20 سم في اتش. الاتش ده كام يا جماعه في الطوب؟ عندنا 15 سم و20 سم و25 سم. كام ده؟ 15 سم و20 سم و25 سم. ليه بقى الفاريشن ده عامل ده؟ ليه الفاريبل اللي هو بيعمله لك ده؟ انا الارتفاع بدل انا عايز انا ايوه انا جات عندي سبان معين مش انا سبان لما كنا بنحمل في نفس اللي بتقول ايه؟ السبان على كام؟ على 32 فيديني تخانق سقف. طب ما انا برضه الهولو بلوك مش انا عايز تخانق سقف؟ طب ما انا بقيت انا عايز تخانق كبيره فلازم اجيب ايه؟ بلوك كبير ففي احيانا بيعملوا ايه؟ بيستخدموا اثنين بلوك فوق بعض يعني في قاعات اماكن كبيره قاعة السبان بتاعها كبير جدا وعايز يحطها بالهولو بلوك فبيعمل ايه؟ يجي يحسب الدبس بتاع الخانه بتاعها محتاج خانه كبيره نص متر طب هيجيب نص متر ده منين؟ فبيعمل كام هولو بلوك؟ اثنين هولو بلوك فوق بعض اثنين طوب فوق بعض وما بينهم بعض تخيلي معايا؟ انا ممكن احط فوق ما بين الاثنين فوق ازاي؟ هو مثلا هو عازل يعني؟ لا انا بعمل ايه؟ انا بعمل ازاي؟ انا دلوقتي عندي 15 سم و20 سم و25 سم ده طول اه ده طول ده ارتفاع الطول الموجود عندي في السوق بستخدمه في ايه؟ انا عندي سبان سقف كده فانا بقول السبان ده مثلا الا على 28 اشوف الا على 28 دي هيديني كام سم وبناء على الكام سم دي اشوف انا محتاج طوب ايه اللي يكفيني التخانه بتاع السقف بس ده كده يعني هحطه بدل ما اشوفه خرسانه؟ لا مش بدل ما اشوفه خرسانه هو اصلا الاستاتيكال سيستم عباره عن طوب وجنبه ربات خرسانه طوب وجنبه ربات او كاميرات طب انا عايز اعرف التخانه بتاع السقف اللي هو اللي هو ده كده اللي هو عباره عن اسمنت اهو ده يا جماعه كده طوب ده كده رب خرسان ده طوب رب خرسان وده سقف هو يعني فانا عايز اعرف التخانه دي كلها كام فالطوب بيقول لك التخانه دي رقم معين طب انا عشان احقق الرقم المعين ده هل هستخدم طوب 15 ولا 20 ولا 25 بطلع منه بقى السقف اللي سهل كده بيقف بالنسبه لي دي هنا صعب اللي عامل شد يعني دي شد يعني شد يعني صعب اللي قالك كده ما بيعمل شده كامله تحت خشب ويبدا يجي على الشده دي يرص الطوب اصل ده مش فراغ ده مش فراغ مش اكس ده طوب انا بعمل كده اكس ده طوب ده طوب مرصوص هو لا اهي بص ادي الارض ادي الشده يجي يجيب الطوب في الموقع يرص على الشده الخشب ويسيب ما بينهم فراغ ويرص الطوب ويسيب فراغ وبعد كده يملى الفراغ دي بالصبه الخرسانه وصلت طيب حجم الطوب برضه مش الطوب ده مفرغ برضه شايف حجم الفراغ ازاي؟ الطوب زي ما انت شايف كده اهو مفرغ موضوع عشان يخف الوزن على قد عشان يخف الوزن على قد ما احنا عاملين في الاول في الاخر عايزين نعمل ايه؟ نقلل الاحمال بتاع السقف. يعني الطول ده الحيز بتاعه هيبقى اقل من اللي انا كنت عامله في الخرسانه.
لو انا عملت خرسانه الجمله بتاعته كام؟ 1.4 1.8 الجمله بتاعت الخرسانه كام؟ 2.5 هتتكلم مره لو الجمله 4 4 2.5 هتتكلم فرق الاحمال قد ايه؟ ضعف ماشي؟ تعال نبص كده يبقى احنا قلنا ايه؟ ادي التوب بتاعنا. تعال نبص على شكله كده، احنا قلنا خلاص ادي البلوك وادي الريب. تعال نبص على شكل ال 3 دي عشان نتخيله. ادي الشكل اهو، ادي الشد الخشب اللي انت بتتكلم على ايه؟ ادي الشد الخشب. بعد كده بيجي يرص البلوكات الطوب اهي ورا بعض اهي، يرص الطوب اهو، بعد كده ما بينهم ده الفراغات يحط حديد تسليح، بعد كده ايه؟ يصب السقف. ماشي؟ دايما اخر بلوك بيعملوا معكوس، ليه بيحطوا معكوس؟ عشان الخرسانه ما تخشش، ما انا اصلا بفرغهم جوه ليه؟ عشان اخف وزن، ما سيبوش مفتوح واجي اصب، الخرسانه ما تخشش كلها جوايا، انا عملت ايه؟ وانا عملت ايه؟ حطيت خرسانه جوه وزودت الحمل ده، كده ما عملتش اي حاجه في السقف. مفهومه كده يا جماعه؟ ده عباره عن ايه؟ قلنا عباره عن ريب، ارتفاع الريب ده كام سنتي؟ 15 يعني 20 ل 25 سنتي، في سقف سوليد سلاب فوق، ما لازم في تخطيط، ما انا قاعد على الطوب، فلازم احط فوق حاجه زي النظافه. حاجة خفيفة بتبقى كام سنتي؟ من 7 أو 10 أو 12 سنتي. أختار 7 ولا 10 أو 12 بناء على إيه؟ هطلع السكنس من الكود. وسبته أشوف التخانة دي كام؟ وبناء على التخانة أشوف هختار ريب كام وإيه؟ وصول السلاب كام؟ مفهومة؟ طيب في ريبات بقى، الريبات دي بقى عرضها كام الريب ده؟ عندك في الكلية بيقول لك 10 سنتي، مفيش حاجة اسمها 10 سنتي. إحنا عندنا في الشغل 12 سنتي يا 15 سنتي. مفيش 10 سنتي. شغلنا 12 سم وانا في شغلي كله بستخدم 15 سم ليه؟ امان ليه؟ انا الرب ده ممكن الرب يبقى عليه حمل كبير على حاجه حديد بس كتير ايه اللي يحصل؟ ولا يعشش انا عامل 15 سم مش هيعشش انا عامل 12 سم الراجل لو بيحط حديد بس يحصل انا مش عارف هينزل فين ده 12 سم صح فما فرقتش فانا ايه قلت بخليها كام؟ 15 سم خصوصا لو الاحمال عاليه فبخليه كام سم؟ 15 سم يبقى عشان خاطر التنفيذ لا لا الكاميرا تعشش ولا اي حاجه ماشي يا جماعه يبقى الرب ده كام؟ 12 يا 15 سم ويفضل تستخدم كام؟ 15 سم. طيب. القانون بقى اللي هنعرف كده القانون بتاع دلوقتي لسه هنقوله هنجيبه لك من كود دلوقتي. يبقى احنا كده فهمنا داخله كده لو شفنا شكل التنفيذ اهو شايفين شكل التنفيذ؟ ادي البلوكات والطوب اهي الاسمنت اهي يا جماعه مرصوصه جنب بعض مرصوصه جنب بعض مرصوصه جنب بعض وما بينهم ايه؟ هيبدا يصب مين؟ الخرسانه. اهو بلوكات طوب اهي وهيصب الخرسانه اهي. تعال نبص على ده كده السقف بعد ما اتصب اهو عباره عن ايه بعد ما اتصب؟ ادي السقف ادي بلوكات طوب ادي الربات العصبيه ادي الطوب وادي الربات العصبيه. امال ايه ده؟ ايه ده؟ ايه العرض الكبير ده كله؟ ايه العرض الكبير ده يعني؟ ايه ده؟ ايه الخرسانه دي كلها؟ يعني مش موجوده بعرض صغير زي ده، اشمعنى الحته دي اللي كبيره قوي كده؟ ممكن تكون باصه تتسلم؟ لا الاسف يقول لك بتميز ان انا بقدر اعمل حاجه اسمها هيدن بي. يعني ايه هيدن بي؟ قمر مخفي، يعني ايه قمر مخفي؟ قمر دخلته نفس دخلت السقف، فلما اجي اشطب السقف الاقي السقف بتاعي كله ايه؟ حاجه واحده. يبقى دي الميزه الوحيده اللي موجوده في الهولو بلوك ان انا اقدر استخدم فيه حاجه اسمها الهيدن بي مش الدروب بي. يعني اقدر اعمل قمرات في اي مكان اي مكان انا عايزه وما تبانش. ليه؟ لان دخلتها نفس دخلت ايه؟ السقف بتاعي. يعني الستاتيك سيستم عشان ما يجيش بعد كده في الشغل بره تخرج تلاقي واحد يقول لك ايه؟ انا عامل لك قمر هيدن بي في سول ستاك، هل معقوله ان انا اعمل هيدن بي في سول ستاك؟ بقى هتلاقيها بتلاقي بيقول لك ايه يا باشمهندس انا شايل الكاميرا دي وحط لك مكانها حديد تسليح وكانها كاميرا مدخوله احط لك حديد تحت عارف يعني سوبر سب شو سب يعني بيتكلم في كاميرا خليتها 11 سم في كاميرا نفس 11 سم تشيل حاجه احنا ما بنقتنعش بحاجه اسمها ان بي غير السقف اللي اسمه ايه ومش شايفه في تسليحه يعني جيت شفت تسليحه هتلاقي تسليح محترم جدا من كده بعد السقف ده يبقى السقف ده موجود في حاجه اسمها ايه؟ ايدن بي. طيب ده كده شكل بلاطه الونيه ده شكل بتاعها كده. في بعد كده حاجه اسمها تو واي هولو بلوك. امتى استخدم التو واي هولو بلوك؟ يعني ايه تو واي؟ لما كنت برص البلوكات في صف واحد انا بقيت اعمل ايه؟ بلوكه ورب، بلوكه ومسافه، بلوكه ومسافه، لما كنت برص شويه بلوكات ورا بعض انا بعمل ايه؟ بلوكه ومسافه، بس في الحاله دي ابعاد البلوك بقى كام في كام بقى يا جماعه؟ في التو واي. الابعاد بتاعت بقى كام؟ 40 في 40 سم. ابعاده بقى كام؟ 40 في 40 سم واللي يشيل معاها مفهومه الجزئيه دي كده يا جماعه؟ حد عنده اي مشكله في الجزء البلوك؟ انا مش منسين حد الجزئيه؟ ايه الفكره منه؟ ايه استخداماته؟ ليه بستخدمه الكلام ده كله؟ ده شكل ايه؟ تو واي هولو بلوك عباره عن ايه تو واي هولو بلوك؟ اهو ادي حجر طوب 40 في 40 اهو مرصوص ادي طوب وبعد كده طوب ما بينهم ده الربات اهي وده الرب الثاني عصب 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 بتاع ده
هي ليه اصلا استخدمت كوبري؟ الاسبان كبير عندي. بقى 10 متر في 10 متر. اسبان كبير جدا والله. عامل فيه اللون ايه مش نافع معايا؟ فطرت اسوي ايه؟ كود برضه؟ كود هو اللي دلوقتي تو وين يعمل ايه يعني بدل الون واي؟ ون واي. الون واي كان عباره عن ايه؟ عصب كاميرا في الاتجاه ده بس. قصير صح؟ قصير بس. طب انا لما خليته تو واي يبقى في القصير قمر وفي في الطويل قمر كتير جدا، فانا ايه؟ مسكت الموضوع ده ايه؟ وصل؟ على اساس ايه؟ هشوف الشورت اسبان بتاعي، انا عندي زي اللي قدامي كده، لها طول قصير اهو ولها طول كبير. الطول القصير ده لو ما عداش 6 متر قول ده وان متر. يبقى لحد كام متر؟ 6 متر. طب عدى ال 6 متر ابدا افكر استخدم مين؟ التو واي. ماشي؟ وادي شكل التو واي بعد التنفيذ اهي، عباره عن ايه يا جماعه؟ بلوكات توب اهي وما بينهم الربات زي ما احنا ايه شايفين كده. بلوكات توب وما بينها الربات، وده شكله ايه؟ كستراكشن. كانتليفر برضو احيانا بعمل كانتليفر بس في مشكله، في غلط هنا، في غلط هنا. المفروض الحته دي في حاجه اسمها سوليد بارت، هنتكلم عنه دلوقتي. في سوليد بارت خرسانه هنا، ما ينفعش تشيل الطوب على ايه؟ على الحرف كده. هنفهم يعني ايه سوليد بارت ده. ففي غلط في الصوره دي. ماشي يا جماعه؟ ده شكل كروس سيكشن للهولو بلد. عباره عن ايه الكاميرا دي؟ كاميرا ايه يا جماعه؟ كاميرا اسمها دروب بيم، كاميرا صعبه. الحته دي الخرسانه الزياده اللي جنبها دي عباره عن ايه؟ حاجه اسمها سوليد بارت. حاجه اسمها ايه؟ سوليد بارت. يعني كلمه سوليد بارت؟ بيقول لك يا باشمهندس لما تيجي تحل لي بلاطه زي دي كده، بلاطه سمبل بيم اهي، بلاطه كده، لو انا عايز احلها كده خدت شريحه كده تبقى عامله ازاي؟ كده كده صح؟ المهم انت عامل ازاي؟ الشير عامل ازاي؟ الماكسيمم شير موجود فين؟ على الاطراف، عند السبورتات. لو انا جيت عند السبورت وحطيت حطيته ايه اللي هيحصل؟ ضعيفه جدا الكيس، ممكن يكسر من الماكسيمم ايه؟ شير. فبقول لك ايه بقى؟ سيب لي مسافه هنا يا باشمهندس، حاجه اسمها سوليد بارت، خرسانه تقدر تقاوم شويه الشير وبعد كده تبدا ايه؟ ترص ايه؟ البلوكات عشان ما تكسرش. يبقى انا بحط السوليد بارت ده فين؟ لو في كاميرا دروب بيم. طب لو افترض الكاميرا دي كانت هيدن بيم، احط سوليد بارت ارجع لهيدن بيم. كاميرا عرضها مثلا قول متر 20 متر 80 كاميرا. ايوه. احط السوليد بارت ده؟ لا. خلاص كفايه. يبقى انا بحط السوليد بارت غير مع مين؟ مع الكاميرا الصح. الكاميرا اللي هيدن بيم راح جاي رصت البلوكات جنب على طول اوتوماتيك جنب مين؟ جنب الهيدن بيم. وانا ببدا على طول بكاميرا ساقطه. بص افضل حل كاميرا ساقطه. اشوف لو هينفع زي ما احنا قلنا في المعماري، لو هينفع احط كاميرا ساقطه ماشي، طب ما ينفعش احط كاميرا ساقطه يبقى انا مجبر لازم اعمل هيدن بيم. وصلت؟ يبقى شكلها ايه بقى الهيدن بيم هيبقى شكلها ازاي؟ كروس سكشن اهي حاجه عامله كده. ادي السقف عامل كده اهو، وادي البلوكات الطوليه، وادي التشير خرسانه مزيفه. هي نفس استخدام السقف. والبلوكات تبدا على طول دايركت ترش الكاميرا دي. طب اخر مشكله في الهولو بلوك ايه هي؟ الحمامات. اعمل حمامات هولو بلوك ولا اعمل ايه؟ هل ينفع اعمل حمام هولو بلوك؟ لا. لو انا عملت هولو بلوك يعني انا بعمل خلي سقف فوق كام؟ وليكن 7 سم صح؟ 7 سم. 7 سم دول بعملهم فوق طول. 7 سم دول انا هحط فيهم عزل، هحط فيهم مصير ايه؟ صرف. هيكفي؟ ده مصير صرف لوحدها كام سم؟ 5 سم. لو حط فوق تشطيب 2 سم ايه تشطيب 2 سم؟ يبقى انت متوقع ايه اللي هيحصل؟ هيحصل تسريب للميه، مش انت خلاص كده وشي هيحصل تسريب؟ التسريب ده رايح فين؟ للطول. وبعدين؟ للخرسان، للسلام، يبقى انت النظام بتاعك ايه؟ عشان كده الحمامات دي بالذات في الهولو بلوك يقول لك ما تعملش حمامات في الهولو بلوك، تعملها ايه؟ سوليد سلام. لو جينا نبص على سقف زي اللي انا عامله هنا ده كده اهو، ده في شغلنا اهو. بص كده معايا، هتلاقي كل المبنى هولو بلوك بس اماكن الحمامات سوليد سلاب، لازم سوليد سلاب اهو. كل الشكل عندي اهو، بص كده يا جماعه، كله هولو بلوك بس اماكن الحمام لازم سوليد سلاب. كل المبنى اهو، حتى المشروع بتاعنا لما جينا نعمل استاتيكال سيستم هولو بلوك، بص ايه اللي حصل؟ عملت كل هولو بلوك وجيت عند الحمام حوطته بكمر عشان يبقى ايه؟ سوليد سلاب. وصلت؟ يبقى اذا الهولو بلوك الحمامات لازم تتعمل ايه يا جماعه؟ لازم تتعمل سوليد سلاب، لازم تتعمل سوليد سلاب. يا باشمهندس تعال نبص بقى على الكود بتاعنا نشوف هنعمل ايه. لو جينا نفتح الكود بتاعنا، الكود المصري 2017، لا متغير كتير جدا عن الكود اللي قبل كده، فلو انتوا عايزين تجيبوه يعني.
الصفحه قدامي عمال اروح واجي عليك. بص ايه رايك معايا يا مان؟ البلاطات زائد الاعصاب والكاميرات المسموره. يعني ايه البلاطات زائد الاعصاب والكاميرات المسموره؟ لان الكاميرا المسموره هتهدي بيه. بقول لك لو البلاطه بتسد الارتكاز بعمل الاسبان على كام؟ ولو كانت متصله من ناحيه واحده على كام؟ ولو من ناحيتين يبقى انا لو عندي بلاطه كده انا هعمل هولو بلوك. لو الهولو بلوك الريبات كده كانت عامله كده متصله كده على خط واحد يبقى ده كونتينوس من كام ناحيه؟ من ناحيه واحده. البلاطه دي منطرحه من ناحيه واحده. لو كان كده تقول لي من ناحيتين ماشي. يبقى انا اشوف انا البلاطه بتاعت حالتها ايه من دول وابدا ايه؟ اقسم عليها عشان اطلعها. تعالى ناخد مثال بسيط عشان نتعلم مع بعض ازاي ابدا ارص البلوكات الموجوده عندي. لان طريقه رص البلوكات ليها اسلوب في رص البلوكات. حد معاه قلم؟ ايه حد يبقى معاه؟ اه كويس عشان تسمع. بصوا بقى بصوا بقى هناخد مثال بسيط كده زي اللي قدامي ده كده عشان نبدا نتعامل معاه. انا جيت اعمل استاتيكال سيستم حطيت هنا هيدن بيم بالشكل ده كده. حطيت هنا كاميرا دروب بيم كاميرا دروب بيم دروب بيم دروب بيم دروب بيم دروب بيم, دروب بيم. انا في عمود انا في عمود 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 بالشكل ده. هندي المسافات الصافي من هنا لهنا وليكن خلي ده كده 8 متر خلي ده وليكن 5 متر وهناخد ده وليكن 9 متر. طيب دلوقتي يا باشمهندسين في عندنا كاميرا هيدن بيم هيدن بيم في عندي كاميرا دروب بيم بالشكل ده. السقف اللي قدامك ده كده انت جيت تبص على السقف لقيت بعده كام 5 متر في 9 متر قلت انا الراجل عايز اعمله ايه؟ هولو بلوك. وسقف ثاني جنبه 8 متر في 9 متر قلت اعمله ايه؟ هولو بلوك. اولا ده ينفع 1 واي ولا 2 واي؟ طب ده 1 واي ولا 2 واي؟ شورت سبان كام؟ 8 متر اكبر من 6 فقلت كام؟ 2 واي 2 واي. في مشكله كده؟ اول حاجه بعملها عايز افرض خانه السقف. اول حاجه بعمل ايه؟ افرض خانه السقف. السقف زي ده التي بتاعته بكام؟ اقول هنا التي بتاعت ده بكام؟ السقف ده الا على كام؟ هلاقي كونتينوس من ناحيه واحده من ناحيتين؟ من ناحيه واحده. ليه اخلي اصلا في كونتينوس؟ لان انا على قد ما اقدر احاول اخلي البلوكات دي مع ده كده يعملوا ايه؟ يمشوا على ايه؟ على استقامه. مفهومه؟ فاهمين كده قصدي؟ طيب يعني عايز اخلي حديد التسليح اللي هنا يمشي كله مع بعضه، يبقى هنا العصب شايف هنا البلوك ما ده بلوكات طوبيه ودي بلوك طوبيه. انا هحاول على قد ما اقدر اخلي ده ماشي مع ده. عشان خاطر حديد التسليح يكمل مع ده. عشان خاطر بدل ما تتعامل مع سيمبل بي بتعامل مع الكاميرا ايه؟ كاميرا ايه؟ كونتينوس. يبقى حديد التسليح لما يكمل يبقى كونتينوس. وصلت؟ هي ماشي بس مفهومه؟ يبقى اذا انا هقول ده متصل من ناحيه واحده يبقى اسمه اقول له يتبان على كام؟ على 23. حد يقسم لي كده 5 على 23 يطلع بكام؟ وبعد كده هنا 8 على 23. اه الاسبان الشورت ازاي؟ كام؟ 5 على 23 فيها كام؟ كام؟ 35 مليون هنا؟ 21 سنتي؟ طيب 21 سنتي يكفيه بلاطه كام؟ يكفيه ايه؟ هولو بلوك عامل ازاي؟ انا عندي هولو بلوك 15 20 25 يبقى انا قلنا اعمل ايه؟ 15 سنتي رب زائد كام سنتي بلاطه؟ 7 سنتي 15 و7 22 ازيد ايه؟ 22 ايه المشكله؟ وانا مش شرط واحده ده اقل حاجه ده اللي قال هتستخدمها فانا لو زودت مفيش مشكله. يبقى اذا كام؟ بالشكل وصلت؟ طب هنا 35 اتصرف ازاي في 35؟ اخد ريب كام؟ 25 سم وبرضه فوق كام؟ اقصى برضه عندي كام؟ 12 طب 25 و 12 25 و 12 كام؟ كل ده مش نافعه يبقى اعمل ايه؟ اثنين بلوك فوق بعض كام بلوك؟ 25 و10 خليها 25 و10 يبقى ده خليه ريب 25 سم زائد 10 سم برضه. مفهومه؟ كده يا جماعه في مشكله؟ طيب انا عايز الارقام معلش البلوكات كام؟ اهي البلاطه المعصبه البلوكات ارتفاع 15 سم ل 20 سم ل 25 سم وانا هنا على الاتخاذ ابدا اعرف بقى انا استخدم ايه بلوك ان هو ايه بالظبط. قانون الاسبان عباره عن لو هي بسيطه الارتكاز عباره عن الا على 20 لو
متصل من ناحيه هذا على 14 من ناحيتين على 14 كبوا لي على الاثنين بيقول على 23 ليه عشان يضم متصل من ناحيه ماشي وش هنسيب عايز ابدا ارص البلوكات بقى عايز اعمل ايه؟ ارص البلوكات على السقف بتاعي عايز اعمل ايه يا جماعه؟ ارص البلوكات على السقف بتاعي ازاي ارص البلوكات في السقف ده؟ ده وين وين؟ ارص البلوكات ازاي؟ باخد الطول البعد الصافي ده يعني لو انا عندي سقف زي ده كده يا جماعه بصوا كده معايا ركزوا معايا انا عندي سقف زي ده كده اهو شايفين السقف ده انا عملت طول بلوك اهو جيت انا عايز اعمل ده وان واي فانا عملت ايه باخد البعد الصافي من جوه لجوه البعد الصافي اللي هو كام متر بقى 4 متر 50 7 متر 70 المهم اخد البعد الكام الصافي هنا نفس الكلام خدت البعد الصافي اللي هو شكله ازاي قلت من هنا لهنا كام 3 متر وكام 40 يبقى احنا بناخد البعد الصافي يبقى انا بقول 8 متر او بقول 5 متر بيساوي انا هحط بلوكات الطوب عندي ازاي يا جماعه كده الربات عامله كده صح مش ده اتجاه الربات بتاعتي في القصير كده بسيب هنا حاجه لا هنا ما سيبش عشان خاطر في ايدن بيه الناحيه الثانيه بسيب حاجه اسمها سوليد بارت كام السوليد بارت ده اقل حاجه بقول لك اقل حاجه تنفيذيا من وش الكاميرا ما يقلش عن 20 سم يعني انا عندي الكاميرا شفت الشكل اللي احنا كنا راسمينه اهو ده كده شايف الشكل ده كده شايف السوليد بارت ده العرض ده كده شايف العرض الصغير ده من وش الكاميرا بقيس من وش الكاميرا 20 سم يبقى ما يقلش عن كام عشان كده لما بقول لك خد البعد الصافي ليه بقول لك خد البعد الصافي عشان نتعامل مع الجوه عشان يبقى اذا البعد ده كام يا جماعه 20 سم يبقى اذا الخمسه دي بيساوي كام هنا 2 من 10 زائد ايه تاني عدد بلوكات موجود عندي هنا يبقى ال في عرض البلوك عدد البلوكات في عرضه كام عرض البلوك الناحيه دي؟ احنا قلنا العرض ده بتاع البلوك كام؟ 40 والجوه كام؟ 20 يبقى اذا في كام؟ في 2 من 10 في حاجه ثانيه هنضيفها في سوري بارت الناحيه دي اخر حاجه بنضيفها حاجه اسمها اكس ريب حاجه اسمها ايه؟ ايه هو الاكس ريب؟ بقول لك يا باشمهندس لما يكون عندك كاميرات كتير جدا في السقف في ايه لو جبت كاميرا عرضية عليك؟ يعني انا عامل كل الكاميرا بتاعي الناحيه دي في ايه لو رحت جاي حاطط على الكاميرا الناحيه دي؟ تعمل ايه الكاميرا دي؟ تعمل ايه؟ فده القمر دي كان بالنسبه لها كبير قوي فالديفليكشن بتاعي يعني ده انا عملت ايه؟ حطيت لها حاجه زي الناس زمان لما كانوا بيعملوا بس عايز يغطوا اوضه بيعمل ايه؟ يجيب شويه ايه؟ لوح خشب كده وتلاقيه راح جاي حاطط واحد عمود الناحيه دي ليه؟ عشان يقوي بيه شويه نفس الكلام ده احنا بنحط ايه؟ شويه اعصاب كده وبعدين حاطين واحد عمود ليه عليه؟ عشان يقوي السقف بتاعي شويه تعالى برضه نشوف الكود او عندنا هنا بيقول عليهم كام؟ كل مسافه قد ايه؟ تعالى نشوف برضه هنا في الفايل هنا مهندس نعم هو انا هنا انا بجيب الان صح؟ اه عايز اجيب عدد البلوكات لو ما طلعش رقم صحيح اقول لك دلوقتي ما هو هيطلع معانا مش رقم صحيح اقول لك هنعمل ايه دلوقتي احنا لسه الهولو بلوك طويله معانا شويه ولسه هنعمل ستاتيكال سيستم على حاجه المره الجايه ان شاء الله تحديد التسليحه والكونتينيوتي يعني اللي احنا كنت بتسالني عليه الكونتينيوتي اللي هتحصل ما بينهم الرب مع الرب هبص كده عشان يبقى كونتينيوس اهو شايف حديد التسليح؟ كده رغم ان بص كده اهو حديد التسليح وصلت هو ده اللي مخليه في كنت نمت هو قال له وصلت ايه؟ قال له وصلت ما كاميرا مش في مومنت عالي ولازم احط تحت الحديد مش كاميرا ولا حديد تعليق بس لا دي كاميرا كاميرا كونتينوس حاجه ارسم الستيكر سيستم بتاعها اهو في مومنت بوزيتيف ونيجاتيف اللي انا بس عايز افتكره بس الصفحه بتاعت اللي ايه؟ الاكس ريب كام الصفحه؟ اهو ايه بقى الاكس ريب بقى؟ ايه الاكس ريب اللي هو حاطه ده؟ الكروس ريب ولكن ان الكاميرات دي بتتعامل مع بعض على انهم ايه؟ حاجه واحده مجموعه على بعضها فانا جيت المجموعه دي جيت من تحت كده رحت جاي حطيت لهم حاجه ايه؟ تسندهم شويه ليه فايدتها؟ عشان اعمل ايه؟ عشان الديفليكشن بتاع ايه؟ مجموعه كبيره دي فبتكون بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك عندك هنا بص الشكل بتاعها بص كده كانها لاستيك صح بيقول لك ايه؟ لو الاسبان بتاعك اقل من 5 متر اقل من او يساوي 5 متر واللايف بيبقى اقل من 3 كيلو متر يعني كام طن؟ يعني كام طن؟ 3 من 10 3 من 10 طن على الكروس احنا عندنا في السكني تفتكروا كنتوا بتصمموا على كام؟ احنا اللايف بيبقى ثانية 200 اللي هو 2 من 10 2 من 10 طن على المتر سكوير صح؟ ده كده 3 من 10 فبيقول لك اللايف بيبقى بتاعك لو اقل من 3 كيلو متر والمسبان اقل من 5 متر ما تستخدمش ولا ايه؟ ولا يكسب
جه بعد كده قال لك لو اللايف لوب برضه اقل من 3 بس الاسبان ماله كبر عن كام؟ عن 5 متر. يبقى انت لازم تعمل ايه؟ 1 اكسل. انا بقول لك ايه؟ يفضل دايما حتى لو 5 متر تعمل ايه على الاقل؟ 1 اكسل. ماشي؟ ما حد بقى لو الاسبان 3 متر 4 متر الحاجات البسيطه دي عدي. لو 5 متر لو زاد بقى بعمل 3. لو الاسبان زاد عن 7 متر بعمل 3. ليه بعمل 3؟ عشان اعلي الريفليكشن. لا احنا لحد 7 متر مقوله بالضبط لحد 7 متر. لو اكبر من 7 متر ورحت جاي اعمل ايه؟ كروست. بس بعمل 3 في الحاله دي. ليه بعمل 3؟ لحد 7 خلوها لحد 7. ليه بعمل 3؟ ليه؟ عشان اضمن ان في واحد في اللايمن هيبقى موجود في النص. ليه في النص؟ عشان الماكسيموم ريفليكشن فين؟ في النص. فانا لما اعمل 1 2 يبقى انا عملت 1 من الناحيه عشان السيمتريه. يبقى انا جبت الماكسيموم ريفليكشن ما حطيتش حاجه. لما بنعمل 1 أو 3 ليه؟ عشان اضمن ان في دايما واحد فين؟ هيمر بالنص عند الماكسيموم ريفليكشن. تعال نشوف الاسباب بتاعنا ده كام متر؟ 5 متر. يبقى انا لازم اعمل ايه؟ انا اجي ارص البلوكات كده واسيب ما بينهم ايه؟ اكس ريب. وبعد كده ايه؟ ارص البلوكات بتاعتي. يبقى ده زائد مين بقى؟ اضيف عليه كام؟ اكس ريب. كام العرض بتاعه؟ نفس العرض بتاع الريبات العاديه اللي هو كام سنتي؟ 15. لا مش البلوك، الريب اللي هو ايه؟ العصب 15. هو ده العصب زائد 15 من مين. المعادله دي ايه المجهول اللي فيها؟ طلع هنطلع عدد البلوكات كده، الان طلع كام؟ طلع 23 وربع. 23 وربع. اخده بالزياده ولا نقلل البلوكات؟ العدد زياده ولا الاقل؟ ازود ولا اقل؟ لا للاقل. لو انا زودت ايه اللي هيحصل للسوليد بارت بتاعي؟ هيقل. ما انا هحط كمان حته كمان بلوكه زياده. انا عملت ايه في السوليد بارت؟ ضيعته، صح كده؟ يبقى اذا بقول له يوز ان يساوي كام؟ 23. وارجع المعادله دي اعمل ايه؟ اغير مين بقى اللي فيها؟ مين اللي اتغير؟ الريب الاكس ريب عرضه ثابت، البلوكه ابعادها ثابت. يبقى مين الوحيد اللي اتغير؟ هو 15 من 100. لو انا هعمل 2 لا مش 2 واي، 15 من 100 دي عشان في اكس ريب هحطه في النص عشان الاكس ريب. طيب يبقى اذا يا جماعه 5 هترجع تقول لي 5 بيساوي اكس. ايه الاكس الجديده دي؟ اللي هو مين؟ السوليد بارت زائد ان اللي هو كام؟ 23 اضربه في كام؟ 2 من 10 زائد 15 من 100. المعادله دي بقى مين المجهول اللي فيها؟ اكس. يبقى انا كده عرفت عدد البلوكات كام؟ وعرفت الاكس بارت كام؟ والسوليد بارت اللي هسيبه ايه؟ اللي فين نرد عليه في الاتجاه الثاني اللي هو كام؟ 9 متر. هتقول لي 9 متر بيساوي كام بقى يا جماعه؟ ايوه 2 في 20 لان في 2 سوليد بارت زائد اللي هو 40 صح. بس ان بس هتلاحظ ان هنا في عرض 40 وفي ايه؟ مختلفه شويه. ان انا عندي اللي فات كان كله ايه؟ بلوكات. انما انا حالي ده في بلوك وفي رائع ريب، في بلوك وفي ريب. وهتلاحظ ان كل اثنين بلوك وما بينهم ايه؟ في بينهم ريب. يبقى اذا ال اللي هو عدد البلوكات هتضرب في كام بقى هنا المره دي؟ العرض ده كام؟ 40. يبقى في 40 زائد مين بقى؟ الريبات دي اللي هي عباره عن ايه الريبات دي؟ ان ناقص واحد. عشان اخلي المعادله فاهمه اقول واحد، بقول له زائد ان ناقص واحد اضربها في كام بقى؟ 15 من 100 اللي هي عدد الريب. صح كده؟ في حاجه ثانيه في المعادله ناقصه؟ احنا كده حسبنا التوصل البار، حسبنا البلوكات، حسبنا ده. في حاجه كده ناقصه؟ مفيش. خلاص انا عملت ادي ده وده، ضربت في 2 اهو. وعملت بعد كده بلوكات والريبات، مفيش حاجه ناقصه. اللي هو ايه؟ اللي هي الريبات اللي انا البلوك عملت البلوك في بينهم ايه؟ عصب. وبعد كده بلوك في بينهم عصب. يبقى انا كل اثنين بلوك ما بينهم ايه؟ عصب. اللي هو ان ناقص واحد. احنا بنعملها على اما في النص كده بس. ايه دي؟ عشان لازم 9 متر بعمل ماشي. انا بتكلم في الاتجاه الثاني. بعمل الباس بين كل. انا بتكلم في الاتجاه الثاني. ما انا هرص ده دلوقتي. انا دلوقتي انا عرفت خلاص انا عندي كام بلوك في الاتجاه ده؟ عرفت ان انا عندي 23 بلوك. طب في الاتجاه بقى فوق هقفل بقى كام واحده بقى فوق؟ هجيبه ازاي؟ من الاتجاه الثاني. اطلع من هنا ان يا جماعه؟ يديني من هنا ايه عدد ايه؟ البلوكات المفروض ارصها فين؟ في الاتجاه الثاني ده. صح؟ طلع رقم ازيد كسر اعمل ايه؟ اقرب للاقل وارجع احسب مين؟ سوري بارتين. مفهومه ولا قلت تاني؟ لو تو ايه اللي هيختلف؟ حد يرد عليه. لو تو ايه اللي هيختلف؟ عارف لو تو ايه اللي هيحصل؟ المعادله دي اللي هتستخدمها. ليه؟ تعال نطبق عليها. هتقول لي 8. 8 بتساوي ايه يا جماعه؟ في سوري كام سوري بارت؟ واحد. يبقى 2 من 10 زائد ايه بقى؟ ما هي تو ايه عامله كده.
يبقى في ريبات في اتجاه اكس وفي ريبات في اتجاه الواي، يبقى بيساوي كام؟ في زائد ان ناقص 1 ان في كام؟ في 4 من 10 زائد ان ناقص 1 في كام؟ في كام؟ 15 من 10. الاتجاه الثاني اللي هيتغير هيبقى 9 بيساوي كام؟ 2 في 2 من 10 عشان بيتوصل للبارت زائد ان ناقص 1 زائد ايه؟ اطلع عدد ريبات في اكس واطلع عدد ريبات في واي واطلع السول بارت بتاعي وارجع بعد كده ارسمه فين؟ على البرنامج. ان شاء الله المره الجايه باذن الله هنتعلم هناخد بالمثال ده بس هنطبقه على ايه؟ على المشروع بتاعنا. ناخد البرنامج بتاعنا نشوف بالنسبه لنا هنعمل السمكه السيستم بتاعه ازاي؟ يا ريت يا ريت رجاء الناس تحاول تعمل السمكه السيستم للبرنامج تجرب في البيت. كل اللي عليكم النهارده تعملوا ايه؟ هترفعوا على اول الكات تاني وتعملوا السمكه السيستم للفلات وتبص البرنامج كده حاجات بسيطه كده تجرب مع نفسك في البيت. وانا المره الجايه باذن الله هشرح لكم بقى تاني على المشروع بعد ما الكلام ده على المشروع بتاعنا نحط السمكه السيستم وابدا احسب الاحمال ازاي بقى عليه ونبدا نشتغل الشغل ده باذن الله. ماشي يا جماعه؟ حد عنده اي استفسار؟